حكم الهوى وتفرقوا الحلوين، حكم الهوى وشرت غيم تشرين، حكم الهوى وتفرقوا الحلوين. لو ما الهوى ما بيضحك الياسمين، لو ما الهوى ما بيفرح الحزين، لو ما الهوى ما بيضحك الياسمين، لو ما الهوى ما بيفرح الحزين، لو ما الهوى قادر يداوينا ويترك جرح فينا ويحكم علينا نحب ويسرق أمانينا. قادر يداوينا ويترك جرح فينا ويحكم علينا بصالحنا نرضى بفرحنا بينقل مطارحنا يغير عناوين. مين اللي قادر على الهوى يحلف يمين يحلف يمين. كره؟ يعني ولساك لهلا بتكرهه؟ لا ما بعرف، في صراع هيك جواتي. يعني احيانا بس نام برا البيت او اكون مطول صلي زمان ما اجيت على البيت بشتاق له، او اذا مارق بالسوق واشتهيت له شغله بشتري له اياها. بس بحس اني لازم اكرهه. بتفهم علي دكتور؟ أكيد أنا اللي بفهم عليك، تفضل كمل. بعدين فتت على الجامعة، حبيت صبية حلوة كتير بعمري، بس ما استرجيت إلا أني بحبها. هيك لحتى هي لمحت لي أكتر من 50 مرة. ليش؟ ما بعرف، كنت خاف إلا أني بحبها مثلاً يكون حبي من طرف واحد عم انصدم بمشاعري. يعني كنت حس اني مصدوم اوريدي بالبيت، ما في داعي كمان تسحب القصة لبرا البيت. طيب انت قبل هاي الصبية حبيت شي بالمدرسة بالحارة؟ لا ابدا، كنت خاف كتير، اخجل من البنات، خاف قلهم بحبك مثلا تطلع بتحب حدا تاني. طيب حبيبتك هي هلأ كيف علاقتك فيها؟ بحبها كتير، وهي كل أفعالها وتصرفاتها بتدل على هذا الشيء. بس دائماً بحس بعدم الثقة، دائماً بحس إنه ممكن تتركني، ممكن تكون بتحب حدا تاني، ممكن تكون عم تكذب علي مثلاً. ما بعرف ليش هيك فجأة بتوتر
ضليت هيك كل الوقت لحتى تركتني عن جد. وهي الصبية شو اسمها؟ اسمها لانا. لانا دكتور معلي دخن سيجارة. ايه تفضل دخن. الله يكفيك شره. شكرا. شوف يا وضح، اكيد ما في اهل بالدنيا الا بيحبوا ابنهم، هذا شيء مؤكد. لكن هي الخلافات او هذا الكره اذا صار بين الاخوه وازداد في المستقبل ممكن ياثر على حياه الاسره. بعدي لانا شيلوا لنا يا لهالمسلسل. شو بدك تحضري؟ اي شيء، برنامج، نشرة اخبار، مهم المسلسل. اوف مالك بالعاده، على اساس بتحبي الدراما واجواء الرومانس والحب وال كنت عيب الواحد يتغير يعني؟ لا مو بس الافضل انه يتغير نحو الافضل، مو رجع لورا. ها يعني اذا انا بطلت احب الهندي والتركي بصير متخلفه ست دانا؟ شو صاير لك ماما؟ انت صار لك شهر متغيره، صاير تغيير بحياتك بالجامعه مع رفقاتك؟ لا امي ما في شيء. لا انا لا تكوني عشقانه وجاي تخبرينا عن شي عريس. بصراحه ايه كثير حلو. ومين هالعريس يلي امه داعيت له بليله القدر؟ نضال. نضال؟ مين نضال؟ ابن عمتي امل. شو؟ لا انت اكيد مجنونه، انت ما دخلك. اوف ليش شبه نضال؟ بابا ما فيه شي نضال بس اللي انا بعرفه. لا بس ولا شي، انا مقتنعه. بابا من ايمتى هالعلاقه انت ونضال؟ يعني ما صار لها كتير وقت. هلأ هو على قوله إنه هو بيحبني من زمان، بس أنا من لما رحت لعند عمتي هي ومرضاني. إيه بتحبي؟ ما بعرف. شلون ما بتعرفي؟ ليش الشغلة هيك؟ هالمدة الصغيرة يا أمي ما بتكفي لتتأكدي من مشاعرك وصحة قرارك. عطي لحالك فرصة، لا تتسرع. سمر بهذا الموضوع اتركيها هي تقرر. معلوم انت بدك تدافع عنه لانه ابن اختك، ما هيك؟ لك شو هالحكي الفاضي هذا؟ يعني كيف ما كان الموضوع رح حب نضال ابن اختي اكثر من بنتي يعني؟ ايه بابا بس لانا لازم تستنى لحتى تتخرج وبعدين بتعطيه كلمه. بس انا اعطيته كلمه. بابا خلونا ناجل الحكي بهالموضوع لبين ما تخلصي فحص، بعدين كمان بتكوني اخذتي وقتك لحتى تتاكدي من مشاعرك بشكل افضل، صح؟ صح، مع اني مستعجلة بس رح اسمع كلامك بابا. اكيد جنت هي البنت. ليش بابا ليه؟ ليه شو بو نضال؟ بابا انا مو هيك قصدي، انا كتير بحبه لنضال. لكن شو؟ بتعرفي شي ومخبيتيه علينا؟ لا بابا انا ما بعرف شي. بدك الصراحة؟ انا كمان ماني مطمنة. والله غريب أمركم، والله نضال شب كويس وممتاز. أحلى قهوة. تفضل. شكراً. ما قلت لي شو سر هالسعادة صار لها وجهك كم يوم؟ الحب يا نهى، الحب. الحب؟ ليش في شي جديد؟ لا أنا وافقت علي. شو؟ مثل ما عم قلك. كيف؟ ودع؟ هيك ببساطة بتترك حبيبها لأنه صار لها واحد معه مصاري؟ لا 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 لا، ما تفسري الأمور على مزاجك. لا أنا ووضح تركوا مشان أسباب تانية. وأنت مبسوط؟ بدك تتجوز وحدة ما بتحبك؟ مش المهم، المهم انه انا بحبها وهي وافقت ترتبط فيي. لك هيدي ردة فعل بساعة غضب بدها تقهر حبيبها فيك. نغم
رجاء لا تتدخلي وخليني مبسوط. شو قصتكم صوتكم طالع؟ ما في شيء بابا، ما في شيء. اهلا خالو. شو في؟ عجبك يا خالو؟ عجبك شو صار؟ شو صار؟ ست لانا وافقت ترخطب لنضال. كيف؟ ايه مثل ما عم اقول لك. ايه بس انا ما موافق. وبعدين انا ما حاطلب له اياها. نضال ما حيتجوز حدا غيرك. عن جد؟ اكيد عن جد. خلي بيك يا خالو. عود تشرب قهوة؟ نشرب قهوة. عملت له قهوة وما شربها. ايه بيشربها ابو؟ وضاح؟ ايوه. صباح الخير. صباح النور. ما تذكرتني؟ لا والله ما تذكرتك، يعني وشك مو غريب بس ما عرفت. انا نغم رفقتها للانا، عرفتني عليك من شي شهر. انت بنت عمته لنضال ما؟ ايه بنت عمته. احنا ناطره لانا؟ لا بصراحه ناطرتك انت. انا؟ خير لانا فيها شي؟ لا ما فيها شيء، بس أنا حابة أحكي أنا وياك بدون ما تعرف لانا أو تشوفنا. أصلاً لانا مو جاي اليوم. وأنت كيف عرفك؟ بعتونا عم تحكوا مع بعض؟ لا يعني بس أنا كل يوم بتطمن عليها من أختها لانا. أوكي. طب فينا نقعد هونيك تنحكي؟ إيه طبعاً، تفضل. تفضل. شكراً. خير، شو الشيء اللي بدك تخبريني اياه؟ وضح، انت لازم تخطب لانا. لازم؟ ليش لازم؟ لانه لانا بتحبك كثير ومغرومه فيك، حرام تخسرها او تضيع هالمشاعر هيك. بعدين لانا نفسيتها كثير تعبانه، البنت مش قادره تعيش بلاك. بس انا مو هيك عم شوفها، انا عم شوفها بالجامعه كل يوم عم تضحك وتطلع مع رفقاتها ولا كانه في شيء. والله ما بعرف، عقدتني هالبنت، ما عاد عرفان شو بدي اعمل معها. لا لا صدقني، البنت مش هيك، هي عم تعمل هيك قدامك بس تتغيظك، بس وقت تبرم ظهرك انت عنا البنت كثير بتزعل وبتصير تبكي. هي بعتتك تحكي معي يعني؟ لا، وبترجيك اوعى تخبرها اني شفتك او حكيتك. هلا المهم انه ترجع لها وتنقذها. من شو بدي انقذها؟ تنقذها لانه البنت بدها تعمل شيء يدمر حياتها. شيء مثل شو يعني؟ ما فهمت. انه بدها تخطب اي واحد بيتقدم لها كرمال تجاكرك. شو؟ مين هالحدا اللي بدها تنخطب له؟ لا ما في حدا معين، اي حدا. طيب ماشي ماشي، انا رح اتصرف. يعني رح ترجع لها؟ خلص، شكرا على لهفتك، انا لازم فوت على المحاضرة. اوكي، في اخذ رقم تليفونك؟ طبعا، اعطيني. تفضل. ميرسي كتير، كلك ذوق. وضح، هذا الحكي أنا سمعت منه كتير وأنا ما عاد فيني أتحمل غيرتك، وكل مرة ما بتوفي بوعدك. مرضك ما عاد فيني أتعايش معه أبدا، يلي كل يوم عم بيزيد عن اللي قبله. بس يا لانا أنا عم بتعالج منه، أنا عملت بنصيحتك ورحت لعند طبيب نفسي وهو وصف لي أدوية وعم نعمل الموضوع. يعني أرجوكي لانا لا تخلي عن حبنا هيك. هلأ أنا اللي تخليت عن حبنا؟ طب يا لانا أعطيني آخر فرصة، والله الحياة كتير بشعة وعم تصير كتير سودة. لك لا عم بقدر آكل، لا عم بقدر نام. لانا أنا اسمعيني حبيبتي، أنا بحبك. ليش هيك عم تعملي؟ بس أنا أنت شو؟ صاير شي؟ لا لا مو صاير شيء ابدا، بس انا خايفه. خايفه من شو؟ انك ما توفي بوعدك. لا انا بحلف لك بكل المقدسات بس هالمره. طيب وضح، بكره بشوفك وبنحكي. طيب تفضل.
شو؟ ندمانة؟ عشو؟ على القرار الخطير اللي أخذتيه بحياتك بخصوص السيد نضال اللي حيغير كل حياتك. بصراحة إيه؟ ليش؟ هو أنت هيك بدك؟ حكي ما يوضح هلا. شو بده؟ دعينا نرجع. حلو كتير. وقلتي له إنك قررتي تنخطبي لابن عمتك؟ نضال يلي كتير open mind ومنفتح حيخليكي تعملي كل شي بدك اياه بالحياة، بتلبسي على كيفك، بتشوفي رفقاتك الشباب، حفر وقصير ومزلط شو ما بدك، حتى بعد ما تتجوز ويصير عندكم 10 اولاد. ليش هيك عم تحكي معي؟ لأنك معقدة ومريضة نفسياً، موهومة. أنا؟ إي أنتِ. أنتِ وكل بنت بتفكر بهي الطريقة. كل بنت بتفكر إنه هي قادرة تجيب المجتمع الغربي بثقافته ولبسه وسلوكياته وتحطه بهذا المجتمع. هذا المجتمع الشرقي. المتخلف اللي كل يوم عم يشلح علمانيته ويصير أكثر تطرف ديني ويبعد عن كل شيء له علاقة بالعلمانية. تكون وحدة معقدة ومريضة نفسيا. انت شو بفهمك بهي القصص؟ يمكن أنا كتير صغيرة ويمكن ما عندي تجربة، بس أنا بحس كتير منيح، بفهمه لهذا المجتمع وبفهم تركيبته. من أبوكي اللي هو وأمه لنضال ربيوا بنفس البيت بنفس البيئة بنفس المكان نفس الأفكار نفس العقد نفس كل شيء، فما بعتقد أنه أبوكي ونضال بيختلفوا كتير عن بعض. مشان هيك فيقي وطلعي من هذا الوهم اللي أنت عايشة فيه. بكرة بتلاقي حالك عايشة بكابوس. لا تتخلي عن الشاب اللي بتحبيه أبدا. بكرة حتعيشي مع رجال ما بتحبيه ولا حبيتي بحياتك بس لأنك حبيت جاكري لوضاح بنضال. جد لكن بدي جاكر وضاح بنضال. لا أنا بس أنت كتير غلطتي، ما كان لازم تختاري نضال ابن عمتك لهي المهمة العظيمة. راح ولا إجا طول ولا قصير بتحبيه ولا بتكرهيه بضل ابن عمتك، ما لازم تتلاعبي بمشاعره بهي الطريقة. ندمانة وماني عارفانة شو بدي ساوي. تروحي بكرة وبتقولي له لوضاح أنه بدك ترجعي له مثل ما سمعتي، ونضال بتبلشي تنسحبي من حياته شوي شوي. يا دار ما دخلك شر. ايه بس كيف؟ بتقولي له انه بابا قال لازم نأجل الحديث بهذا الموضوع لحتى اتخرج، وهي فرصة حتى اختبر مشاعري تجاهك. وبس تتخرجي بتقولي له اني اكتشفت اني بحبك حب اخوي وما قدرت اطور هالحب لأبعد من هيك. ايه بس هلا نضال بلش يدق لي وعم يطلب يشوفني. بديره لوضاح رح يحس. هي بسيطة، بتسجلي اسمه لنضال باسمي، بتكتبي عليه دانا 2، وإذا سألك وضاحها شي بتقولي له دانا جابت رقم تاني مشان رفقاتها ما يلهوا عن دراستها. حبيت عم تعلم منك يا فصعوني. لك عم شو بفكرة عم بحضر تركي وهندي وأمريكي مشان هيك مواقف. قومي ساوي لي متى بدي أدرس. ماشي وافقت. وساوي لحالك كمان. هلا انت صار لك 15 يوم عم تاخذ الدواء ما؟ ايه. يعني هيك كيف حاسس حالك؟ يعني ما بعرف هذا الشيء انت بتقدري. كيف بدي اقدره؟ يعني انت كيف حاستيني؟ هلا انا حاسسك احسن من قبل. بس لا يخلو الامر من بعض المنغصات. هلا ليكي انا عن جد بصراحه في شغلات عم تضايقني بس ما عم بحكي فيها، عم بحبسها بقلبي، صار قلبي هالقد. المهم جاهز بعد اسبوعين تيجي تخطبني؟ لك جاهز وجاهز وجاهز دخيل الله. طيب ومشان الجيش؟ هلا مشان الجيش بنسافر نحن وبنسجل هنيك دراسات عليا، بعدين من هون لوقتها بيفرج الله. يا الله ما احلاها. بعد سنه نكون متجوزين ومسافرين على باريس مع بعض وعم ندرس سوا. حكيتي مع أهلك بشان الموضوع؟ لا لسه. ليه ما مهدتي للموضوع مشان أعرف كيف أتصرف أنا؟ ناطرة الفرصة المناسبة. مين هاد؟ ردي.
بعدك حاطه دقايق لي يعني لسه ما غيرتها بدي غيرها بس هي دانا يعني بيكونوا ناطريني على الغدا ما حرد عليها يلا اساسا نحن لازم نقوم نمشي لانه بكره عندنا ماده ما رح نتاخر عليها ايه قومي خليني اوديك لا بدك توديني أه؟ لا بدي اروح بالتاكسي انا ليه اطلعي بالتاكسي انا بوديك لا بدي اروح بالتاكسي مشان ما اتاخر عليهم طيب بطلع معك بالتاكسي بوديك يا راس الحارة لا حبيبي يعني مو حلوه يشوفونا بالتاكسي سوا طيب خلص بوديك على باب الجامع ماما نعم هلا انت عن جد موافقه انه لانا تتجوز نضال بدك الصراحه امي لا ماني موافقه ليش ماما انا بحبه لنضال كتير بس بيني وبينك زواج الاقارب ما بحبه وخاصه هي وياه وشها بوشها على طول يعني هو وعيلته انا بدي اياها هيك تتعرف على ناس جداد وتعيش حياة جديدة بتحس انه في تغيير بحياتها بس مشان هيك اي ما بيكفي لا ما بيكفي دانا انت بتعرفي شيء امي مو قصة بعرف شيء بس اللي انا بعرفه انه لانا من هي وصغيرة كان عندها حلم تخلص دراستها وتطلع على فرنسا تكفي عندها احلام وطموحات كتيرة هلا انا بفهم انه البنت ممكن تضحي بمستقبلها كرمال شخص بتحبه بس مو كرمال شخص بحياتها ما حبته ولا عنها على شيء اوكي اذا هيك انا مو زعلانه كيف يعني انا ما بتمنى هاد سافر برات البلد وتغيب عن عيني كل هالسنين ما بقدر عن جد عم تحكي بلا امي عن جد انتم مفتكرين انه سهل علي غيابكم عني والله بشي توبري قلبي قلبي توبريني وين نروح من تركيا الله يرضى عليكم الو ايوه مين معي؟ انا نغم رفيقة لانا اهلين اهلين وسهلين في شي؟ وضح في شي لازم تعرفه شو هو؟ وضح انت بتعرف لانا وين رايحة؟ تفضلي الحلويات تسلم تفضلي كيفك؟ مشتاق لك شبك؟ ولا شي بس مشتاق لك شو بتحبي تشربي؟ بردقان فريش من عيوني يا معلم كبيتين بردقان فريش على ذوقك يكون ايه لنوش وهي قرب يخلص الفحص ايه شو يعني شو يعني شو عم تنسي صايره كتير ايه بعد ضغط على الامتحان يعني لا ما عم بنسى يعني بس لا عن جد شو يعني لك شو يعني بدك تحضري حالك للخطبه اي خطبه شو اي خطبه خطبتنا انا وياك ايه بس انا ما وعدتك أنا طلبت إنه نتقرب من بعض لحتى أعرف مشاعري تجاهك صح وأعرف أخذ قرار إيه شو قررتي؟ بصراحة أنا ما بقدر أعيش بلا لوضح شو؟ مثل ما سمعت شو فايدة هيدا الحب إذا مش رح تتزوجوا مع بعض؟ ومين اللي قالك ما رح نتجوز؟ مش أنت قلتي لي إنكم تركته؟ نحن إيه تركنا فترة بس هلأ رجعنا حلو رجعتوا من أيمتى بالله؟ بعد ما تركنا بشهر حلو يعني كنت عم تشوفيه وعم تشوفيني بنفس الوقت يعني كنت عم تكذب علي نضال أنا ما كنت عم كذب عليك أنا حاولت أني أتقرب منك
حاولت انه خلي مشاعري تصير قريبة منك، بس اكتشفنا انا ووضاح انه ما فينا نعيش بلا بعض. وكمان ما فيكم تعيشوا مع بعض. ليش بالله؟ ليش؟ لانه صعب، لانه بغار كتير وخانقك بغيرته. هذا كان زمان. وشو ضمانك للمستقبل؟ ضماني للمستقبل موجود، بس انا حابة احتفظ فيه احتراما لشخص وضاح. بس يا لانا شكرا. لانا انا بحبك كتير، بحبك. بتعرفي هيدا شي شو هو؟ هيدا حلمي من سنين، كنت ناطق بس مشان تتخرجي مشان اخطبك. بس انا ما اعطيتك كلمة، انا حاولت اني اختبر مشاعري واتقرب منك، يعني بلكي ممكن انه انا يصير في شي بيني وبينك، بس انا ما قدرت. انا بحبه لوضاح. يعني ما في امان؟ ما بعرف شو بدي اقول لك، بتمنى لك السعادة والله يوفقك. وأنا بتمنى لك السعادة، وبتمنى منك إنك ما تزعل ولا تنزعج مني. نحن في بيناتنا خبز وملح ورابط دم، وما لازم ولا أي شيء ينزع هذا الرابط العائلي. إن شاء الله. أنا صار لازم أمشي لأني تأخرت على البيت. طيب روقي، أنا هلأ بوصلك. لا معلش، صرت قريبة. خير، الله معك. باي. نادا، وضاح. شو؟ ما توقعت تشوفيني ها؟ أساس رايحة على الغدا، طلع عندك موعد غرامي يا حبي. خليني بس اشرح لك شو اللي عم يصير. شو بدك تشرحي لي؟ شفتك شوف عيوني عم تبتسمي له وحاطة ايدك فوق ايده، في أوضح من هيك بالعالم لانا؟ في أوضح من هيك؟ عم تضحكي علي؟ ليه عم تخبي علي؟ أنا لا عم بضحك عليك ولا عم خبي عليك. أنا ناطرتها تيجي تخطبني. هلأ 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 كنا من ساعة عم نحكي ونخطط إنه بدنا نسافر سوا ونتجوز ونكمل دراسات عليا، تلي عم بضحك عليك. لك 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 لكان مين هاد؟ مين هاد اللي شفته؟ هذا ابن عمتي نضال. حلو حلو، ابن عمتك نضال كل شوي بيطلع لي. إيه، وكان عم يقنعني إني اتزوجه، بس أنا قلت له لا، لأني بحبك إلك وناطرتك إلك. أيوة، وأنا كيف بدي صدق لهذا الحكي وشفتك شوف عيوني حاطين إيديكم على إيدين بعض؟ وضح، لا تغلط بالحكي. إذا أنت شايف كتير منيح بتشوف إنه هو حط إيده على إيدي وأنا سحبت إيدي فوراً. هي القصة بالإيدين لأنا ما؟ يا خسارة يا لأنا، يا خسارة. وضح، لا تجنني، أنا بحبك افهم. يا خسارة. لانا، انتي لازم تدرسي وتتخرجي، بس تخلصي فحص منلاقي حل هالورطة اللي حاطين حالنا فيها. ضاح عم يروح على الدكتور وراح يطير من غيرته، بس كل الحق على نضال. ما كان يفهم اني انا ما بحبه وما بدي اياه. لانا انتي الحق عليكي،
انت اللي استغليتي انه نضال بحبك لحتى توصلي لغاياتك معه لوضاح لحتى تجاكري وتقهري. شمتانه فيني؟ لا يا لانا، معقول اشمت فيكي؟ بس انت عن جد ما كان لازم تعملي هيك مع نضال، غلطت كتير بحقه. يا ستي وتصرفت وغلطت، معقول ادفع الثمن غالي كل هالقد؟ طيب ليكي انا عندي حل. شو هو؟ انا بروح بكره لعند نضال وبخليه يروح يحكي لوضح كل شي صار. يمكن لعلك عم تحكي انت، معقول نضال يقبل يعمل هيك؟ ايه من كل عقلي لانا، اذا بحبك رح يقبل اي شي مشان تكوني مبسوطه. بيقبل بحاله واحده بس، اذا بدي يكون له، مو اذا بده يسلمني بايده لحدا تاني. طيب انت شو خسرانه؟ خليني جرب. لا تعذبي حالك لانه ما رح يقبل. لا بيقبل، خلص انت خليني حاكي ولا تاكلي هم شي. احكي. طيب معناها من بكره الصبح رح احكي معه لنضال، لانه اكيد وضح هلا ما عم يدرس وبخاف اذا رسب بالفحص تتاخر سفرتك على باريس. طيب في مجال تطلعي حضرتك مشان ادرس انا كمان واتخرج؟ لا، شو رايك انت تقومي تطلعي وتعملي معنا استراحه انا وبابا وماما برا؟ طيب بس ما رح اتاخر اكثر من نص ساعه. ماشي. قالوا لسه عم تبعت لي رسائل تترجاني ادرس على اساس حريصه على دراستي ومستقبلي. لو كانت حريصه ما كانت صدمتني هالصدمه. عم قديشني غبي يا زلمه. كيف صدقت انك تحبني؟ انا كنت شك وقول مزحه وضحكه مع الشباب مو عاجبني، بس كنت ارجع اقول مستحيل لانا ما بتعملها. بس هذا غباء، يعني اهلي ضليت 10 سنين مفكر اني اغلى واحد بالعالم عندهم، ولما اجا اخي نسوني وحبوه اكثر مني. فشي طبيعي بنت ما صار لي بعرفها غير 2 3 سنين تغشني وتتركني وتحب غيري، بس يصير لها فرصه احسن طبعا. بسيطه يا لانا، بسيطه. بس أنا لازم أدرس، لأن هي هلأ بتكون عم تدرس وبكرة بتتخرج وأنا برسب. أصلاً هذا اللي بدي إياه. إيه هذا اللي بدي إياه. ركز هون هون. ماما سميتي لك على شي محطبة؟ شو هندي؟ ايه هندي، حطيها على الهندي. بابا شو صار معك ومع ابن عمتك؟ بشو بابا؟ شو بشو؟ مو على اساس بده يخطبك نضال؟ ما تقولي غير خلص الفحص، شو قررته؟ ما اتفقنا بابا. كيف يعني؟ يعني أنا أكيد رح سافر وأعمل دراسات عليا، وهو ما رح يستناني كل هالسنين، يعني ما أنا مضطر. يعني أنت مصرة على السفر والدراسة؟ طبعاً بابا، هذا الشيء مفروغ منه. طيب ونضال زعل شيء؟ إنه يزعل ابن أختك؟ أعوذ بالله. لك يا ابن الحلال، بنتك أهم منه ومن زعله. سمر أنت شو صاير لك؟ لسا مبارح كنتي عم بتقولي ما بتتمني بنتك تسافر على باريس وما بدك اياها تغيب عن نظرك، هلا غيرتي رايك؟ عن جد امي ما بدك يعني سافر؟ امي انا بتمناك تصير باعلى المراتب، بس والله يعني تغيبي عني كل هالسنين والله صعب علي لك امي. والله يا بابا امك ما بتعرف شو بدها، هي بدها اياكي تسافري وتدرسي وترجعي احسن دكتوره بالعالم، وبنفس الوقت ما بدها اياكي تسافري وتغيبي عن نظرها، بدها تتجوزي وتقعدي هون جنبها، بس المهم ما تتجوزي نضال. يا ابن الحلال، انا مو اعتراضي على نضال كشخص،
أنا أعطي راضي على زواج الأقارب، ما بحبه. أمي، بابا، أكيد ما رح أتجوز نضال، وأكيد رح سافر كمل دراستي. هدول القرارين ما رح أتراجع عنهم بحياتي. أنا فايتة كمل دراستي. تصبحوا على خير. من وين طلع لي هالنضال؟ من وين؟ أنا الحق علي، ليش تسرعت وعطيته كلمة؟ لا، مو الحق علي، الحق على وضاح اللي عصبني ووصلني لردة الفعل المتسرعة هاي. بس يعني لازم أدفع الثمن غالي. أنا بعرف أني غلطت، كيف بدي أكفر عن غلطي؟ الله يسامحك يا وضاح على هالمواقف اللي حطيتني فيها ووصلتني إلى غيرتك. الله يلعن أبو الغيرة. شو لوين؟ عبيروت. اف، شو مليتي منها؟ انا ما بقى عندي شي تبقى كرماله. كيف يعني؟ نضال انت وعدتني اذا لانا ما بتقبل فيك بدك. نغم، بترجيكي انا فايت بصدمة هلا، في مجال اطلع منها بالاول، بعدين منشوف شو كتب لنا القدر. نضال انت بتعرف انه انا بحبك من زمان كتير، وما خليت طريقة ما عملتها تخليك تحبني أو ترتبط فيني. لو ما حبيتني بس بعترف إني فشلت، كرمال هيك قررت فل. إذا بيوم من الأيام لقيت حالك بحاجة لإلي فأكيد رح تلاقيني. بدي أعترف لك بشي. بتعترفي بشي؟ شو هو؟ أنا يلي خبرت وضاح موعدك بلانا، كان كل همي فشل هاللقاء، كان كل همي انتقم منك لأنك مش شايفني وأنا قدامك، مش شايف غيرها وهي بعيدة عن عينك وعن قلبك. بخاطرك. طيب استني ليرجعوا بابا وماما. لا ما بقى بدي أتأخر على الطريق، سلم لي عليهم. نغم، 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 طولي بالك شوي. الأسئلة كانت سهلة كثير كثير كثير. لا حبيبي الأسئلة ما كانت سهلة، بس أنت اللي كنت عارف زيادة عن اللزوم. وضاح؟ نعم. كيف كتبت؟ منيح. منيح ولا منيح كثير؟ منيح وبجيب معدل كمان. عن طبعاً عن جد عم بحكي. لكان بدي أسمح لناس ينبسطوا بتفشيلي. تفشيلك؟ ليش مين بده يفشلك أنت؟ بيعرف حاله اللي بده يفشلني، وما راح أسمح له أبداً. يلا بالإذن. وضاح، وضاح. خلص خلص شو تطلع. هلا أنتم بتكون تقضوا حياتكم كلها هيك خناق ونكد؟ ما بعرف. مرحبا. أخرت كتير نضال. لك والله يا حبيبتي كان في كتير عجقة. أيوة. يلا اطلعي خلينا نقعد بشي محل. لا لا بدنا نضل هون. هون نضلنا واقفين؟ اي. طيب عندي فكرة. اطلعي خلينا نمشي وفرد مرة أنا بوصلك على البيت. لا لا نضال، ما بدي حدا يعرف إني شفتك اليوم. شو صاير؟ ليك نضال، أنا ما كتير حلف ودور حوالين الموضوع. أنا بدي أسألك سؤال واحد وصريح. أنت بتحبها للانا أو لا؟ إنه شو السؤال هيدا؟ بدي تجاوبني إيه أو لا؟ إيه بحبها، وكثير بحبها.
بس كتير منيح. بيهمني الجزء الأول من الجواب، يعني اللي قبل البس. أنت قلت لها مرة للانا إنه اللي بيحب ما بيأذي، صح؟ إيه مزبوط، أنا اللي قلت لها هذا الكلام. بس هلأ لانا عم تنأذى بسببك، وأنت ما لازم تقبل إنه لانا تضل مأذية بسببك. بدك تساعدها لحتى يصير مستقبلها أحسن وتصير حياتها أروع وأحلى. لانا ليش هيك عم تحكي؟ شو صاير؟ من بعد آخر مرة التقيته الأسبوع الماضي، إيه طلع شايفكم مرتاحين مع بعض، وشافوا إنه تنفت بعيدة وصارت مشكلة كتير كبيرة. بدي أقول لك يا أمي لانا عن جد كتير معنى منيح. شو بدي؟ أنا عن جد بحبها، بس بنفس الوقت ما برضى إني أعيش مع بنت قلبها وعقلها وفكرها مع حدا تاني غيري، حتى لو كانت بنت خالي وحتى لو كنت مغروم فيها. ليك، أنا لما طلبت إني ألتقى فيها كان بدي منها توافق إنه ترتبط فيي، بس لما هي رفضت أنا قمت الموضوع كليا من راسي. شو هيك بهالبساطة؟ كبسة زر بتشيل البنت اللي بتحبها من راسها وخلاص عادي؟ لا مش عادي ابدا. انا قصدي موضوع الارتباط فيها قيمته من راسي، اما موضوع المشاعر والاحاسيس فلا انا ولا انت ولا حدا غيري بيقدر يتحكم فيهم، هو اللي بس الزمن بيقدر يتحكم فيهم. بعدين ان شاء الله بس ارتبط بوحدة تانية رح تتغير مشاعري اكيد. يا سيدي إن شاء الله تلاقي بنت الحلال اللي تساعدك. شكراً لك. طيب، بدي منك هلأ تتصل بلانا وتطيب خاطرها بكلمتين، وتعيشوا سوا وتسافروا مع بعض، المهم تعيشوا بسعادة وبحب. طيب يا سيدي، عن جد عن جد أنا بشكرك من كل قلبي، أتمنى لك التوفيق السعادة، وهي يعني نحن صرنا قرايب. شكرا. يلا سلام. الله معك. حنلبس المحابس ان شاء الله عقبال كل العزابيه. ان شاء الله الف مبروك يا رب. الله يبارك فيك. Thank you.